لو الحكاية فيها إن فيتو. النهاردة الأربع 25 مارس، والنهاردة القمر مازال موجود في برج الحمل. عندنا كمان الشمس في الحمل، وفينوس وأورانوس في برج التور، والمريخ والمشتري وبلوتو التلاتة في الجدي، وزحل في الدل، وعطارد ونبتون في الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندكم القمر موجود في برجكم، والشمس كمان في برجكم، فده بيديكم منتهى السحر والتألق والجاذبية. عندكم النهاردة ثقة بالنفس أكتر وإشراكة، وتعرفوا وتأثروا في كل اللي حواليكم. عندكم ثقة بتساعدكم أنكم تثبتوا وجودكم وتعبروا عن نفسكم، كمان تعرفوا تفرضوا إرادتكم وتحصلوا على إعجاب اللي حواليكم، وخصوصا إعجاب الجنس الآخر. نروح بعد كده لبرج التور ومواليد التور. النهاردة عندكم القمر في منزل الصحة السلبي، فده ممكن يخلي مناعتكم أقل. مهم جدا تاخدوا بالكم من صحتكم، وتحاولوا تاخدوا وقت كافي من الراحة، ما تهملوش أي عارض صحي. مهم كمان أنكم ما تعلنوش عن خططكم، ما تتكلموش كتير عن أخباركم، حاولوا تكونوا كتومين وتبعدوا عن الفخر بنفسكم وبإنجازاتكم. نروح بعد كده لبرج الجوزاء ومواليد الجوزاء. النهاردة عندكم القمر في منزل الأصدقاء، ده بيديكم رغبة في انكم تشاركوا الأصحاب الأفكار والمشاعر، ممكن تحصلوا على نصايح مخلصة من أصحاب مخلصين. كمان مهنيا تعرفوا تحصلوا على دعم من زملاء في العمل أو رؤساء في العمل. نروح بعد كده لبرج السرطان ومواليد السرطان. النهاردة عندكم للأسف القمر مازال موجود في وضع معاكس، مهم جدا مهنيا انكم تاخدوا بالكم من شغلكم، تحاولوا تكونوا مستعدين تشتغلوا بدقة وبخشونة، حاولوا تتجنبوا الدخول في أي صدام مع اللي حواليكم اجتماعيا ومهنيا، ما تبلغوش في مشاعركم وفي عصبيتكم وفي انفعالاتكم. نروح بعد كده لبرج الأسد ومواليد الأسد. النهاردة عندكم القمر في منزل الحظ، وده بيديكوا حظ على كل الأصعدة، ممكن تعرفوا تحققوا مكاسب مالية، عندكم استعداد كبير تزودوا معلوماتكم ومعرفتكم، وده بيساعدكم يعني تحققوا تطور. بشوف انه النهاردة كمان يوم مناسب تعرفوا تعرضوا افكار مبهرة ومبتكرة، وعندكم رغبتكم في الاكتشاف بتساعدكم يعني في اكتشاف معرفة ومعلومات، بتساعدكم انكم تتوصلوا لمعلومات مهمة. نروح بعد كده لبرج العذراء ومواليد العذراء. النهاردة عندكم القمر في منزل المدخرات، ده بيديكم فرصة انكم تنظموا اموركم المالية بحكمة، وتحطوا خطط مالية موفقة للمستقبل، يعني تعرفوا كمان تخططوا حلو لمستقبلكم، وعندكم وضوح في الرؤية بيساعدكم على ادارة المواقف بنجاح. نروح بعد كده لبرج الميزان ومواليد الميزان. النهاردة للأسف القمر مازال في مواجهة برجكم، وده بيخليكوا تميلوا للعصبية أو للتشوش والحيرة والتردد. مهم ترتبوا أفكاركم وأولوياتكم وجهودكم، وتحاولوا تعتنوا أكتر بصحتكم، لأن ممكن تكون مناعتكم أضعف النهاردة. حاولوا تكونوا يقظين لكل كلمة بتقولوها، حاولوا تحموا حقوقكم، مش مناسب أبدا توقيع أوراق أو عقود، مش مناسب أنكم تغامروا ماليا. مهم زي ما قلت تعتنوا بصحتكم، وكمان في السواقة وفي الحركة تتحركوا بالراحة وتسوقوا بالراحة حفاظا على سلامتكم.
نروح بعد كده لبرج العقرب ومواليد العقرب. النهاردة عندكم القمر في منزل العمل الإيجابي، وده بيديكوا صحة وطاقة ونشاط، مناعة أقوى، وتعرفوا تنظموا جهودكم وأولوياتكم، وتعرفوا توظفوا جهودكم في اتجاه سليم، وتنجزوا شغلكم على أكمل وجه، سواء كان واجبات مهنية أو منزلية. نروح بعد كده لبرج القوس ومواليد القوس. النهاردة عندكم القمر في منزل الحب، وده بيديكوا طاقة عاطفية، وتعرفوا تعبروا حلو عن مشاعركم. كمان لو عندكم أولاد هتعرفوا تحققوا تواصل أفضل مع أولادكم. عندكم كمان طاقة بدنية أفضل وحماس في الشغل، وده بيساعدكم جدا على الإنجاز. نروح بعد كده لبرج الجدي ومواليد الجدي. النهاردة عندكم القمر في وضع معاكس، ومواليد الجدي لازم تاخدوا بالكم على كل الأصعدة، مهنيا واجتماعيا وعائليا. حاولوا انكم يعني ما تدخلوش في اي جدال او في اي حوارات شائكة ممكن تخلي يحصل صدام مع اللي حواليكم. مهم كمان تحاولوا تسيطروا على حالة التشاؤم اللي جواكوا، حاولوا تخرجوا وتقاوموا الأفكار السلبية، حاولوا تخرجوا يعني من الأفكار أو من دايرة الأفكار السلبية اللي بتسيطر عليكم. نروح بعد كده لبرج الدلو مواليد الدلو. النهاردة عندكم الوضع الفلكي داعم، القمر في منزل العلاقات، وده بيديكم لباقة ودبلوماسية وسرعة بديهة ويقظة ذهنية. تعرفوا تأثروا جدا في كل اللي حواليكم، وخصوصا في الجنس الآخر. كمان في الشغل تعرفوا تنظموا أفكاركم، ولو في مرحلة دراسية عندكم تركيز أكتر، تعرفوا تستوعبوا معلومات أكبر، وتعرفوا عموما توصلوا لأهدافكم. بشوف انه مواليد الدلو النهاردة يعني ممكن تعرفوا تصلحوا علاقتكم بكل اللي حواليكم. كمان نروح بعد كده لبرج الحوت ومواليد الحوت. النهاردة عندكم القمر في المنزل الثاني، وده بيخلي تركيزكم ممكن يكون اقل، فحاولوا تضعفوا تركيزكم او تراجعوا كويس خطواتكم عشان ما تقعوش في اخطاء تتمسك ضدكم او اخطاء تتسبب ليكم في خسائر، وده خصوصا في على الصعيد المالي والمهني. ففي الشغل وفي الفلوس مهم قوي تعملوا حساباتكم صح وتراجعوا كويس خطواتكم عشان ما تقعوش في اخطاء تتسبب ليكم في خسارة. وكده نبقى خلصنا ال 12 برج النهاردة.